يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني الأحرار، وذلك في إطار الدراسة والتصويت على مقترحي قانون يتعلق الأول بتتميم المادة 71 من قانون 95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والثاني يقضي بتتميم المادة 85 من نفس القانون. بخصوص المقترح الأول، تعد الشركات التجارية عصب الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية للتنمية في شتى المجالات من خلال توريد الثروة والموارد وخلق فرص العمل وتلبية الاحتياجات في السوق الداخلية والخارجية والمساهمة في إيرادات الدولة والناتج الداخلي. ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في أي دولة دون تفعيل دور الشركات التجارية والنهوض بها وضمان استمراريتها وتحديث ترسانتها القانونية من خلال تبسيط المساطر المنظمة لها وسن مقتضيات قانونية تعزز استمرارها للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك البيئي. ونظرا للدور البارز والفعال الذي تقوم به الشركة التجارية في التنمية لاعتبارها مساهم فعال في خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة، فإنه يلزم إيجاد قوانين تؤطرها وتضمن لها الاشتغال في مناخ مناسب ومحفز على تحقيق غايتها وضمان استمراريتها. تنص المادة 71 من قانون 95 على شروط وشكلية عقد الجموع العامة لتلك الشركات بجعل صفة الشخص المؤهل للدعوة حصريا في المسير، وحصرت حق الشريك في طلب من المسير أن يعقد الجمعية العامة، كما يمكن له أن يطلب من رئيس المحكمة بصفة قاضي مستعجل تعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة في حالة تقديم طلب للمسير ويبقى دون جدوى. وأن تعديل أي بند في النظام الأساسي كيفما كان لا يتم إلا بعقد جمع عام طبقا للمادة المذكورة، إلا أنه يطرح إشكال في شغول منصب تسير خاصة في حالة وفاة المسير، إذ لا يمكن ملؤه أو تعويضه إلا بعقد جمع عام مستوف لما نصت عليه المادة 71، وهو ما لا يمكن إجراؤه أمام شغور منصب المسير. في حالة الرجوع إلى رئيس المحكمة نطلبوا منه بأنه الدعوة إلى عقد جمع عام، كيكون المقابل ديال هذا الطلب ديال رئيس المحكمة هو عدم القبول، لأن الحالة الوحيدة اللي نصت فيها المادة بأنه يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة هو في حالة أنه إلى طلب الشريك من المسير عقد جمع عام وكان هذا الطلب بدون جدوى. بالتالي بأنه لا يعقل بأنه يكون شريك اللي هو حط فلوسه في الشركة أنه يكون مصير دياله موقف على المسير اللي كنعرفوا بأنه في الشركة ماشي ضروري يكون مسير شريك بأنه هو كيسير. يعني الإشكال هو أنه كيكون لانعقاد الجمعية عليهم ما يوجه الطلب كما قلت برفض الطلب، وأن حالة شغور المسير لا يسري عليه مقتضيات هذه المادة. من أجله نقترح إضافة فقرة للمادة 91 كما عدلتها وصدقت عليه اللجنة تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة على عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير وفقا للصيغة التالية: استثناء من الإحكام أعلاه يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب التسيير لأي سبب كان الدعوة إلى عقد جمع عام للشركة لتعيين مسير لها. هذا بالنسبة للمقترح الأول مادة 71. أما فيما يخص المقترح الثاني المادة 85 من نفس القانون السالف الذكر، كنعرفوا جميعا أهمية ديال الشركة التجارية وإسهامها الفعال في المردود الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تقتضي ضمان استمرارتها والحيلولة دون حلها وتصفيتها إلا في حالة استثنائية اللي كنضمن القانون. فهذه الأهمية التي تكتسيها الشركة اقتصاديا واجتماعيا والأدوار المنوطة بها وفقا للنموذج التنموي الجديد تقتضي ضمان استمراريتها والحيلولة دون حلها وتصفيتها، وإن اقتضى الأمر تدخل الدولة نظرا لارتباط وجود الشركة بالنظام العام والمصلحة العامة، ولا يتم حل الشركة وتصفيتها إلا في حالة إذا كان وجودها يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فإذا كانت الشركة التجارية تحظى بكل هذه الأهمية وتعد لبنة أساسية في كل تنمية منشودة، فكيف يمكن تصور فراغا تشريعيا بخصوص استمرارية شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في حالة وفاة هذا الأخير؟ تنص المادة 85
من قانون 95 في فقرتها الأخيرة على أنه كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بمفهوم المخالفة أنه في حالة إذا وفات أحد الشركاء أنه تحل الشركة، وإحنا هنا في أمام الشركة ذات المسؤولية محدودة ذات شريك وحيد، كما أن هذا كيتناقض مع واحد المبدأ اللي كنقولوا الأصل هو استقلال الذمة المالية ديال الشخص المادي والشخص المعنوي، وفي حالة الوفاة ديال الشخص المادي كنقولوا راه كتحل الشركة. يعني في هذه المادة إذا كانت هذه المادة 71 نفس القانون كتنظم الحالات ديال شغور منصب المسير بالنسبة للشركة ديال التضامن والشركة ديال التوصية البسيطة والشركة ديال التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المحصنة، فإن مستثنى تطبق على شركة ذات المسؤولية ذات المسؤولية الوحيدة ذات الشريك الوحيد بناء على مقتضيات المادة 76 اللي جاء فيها لا تطبق الفقرات الثلاثة الأولى المادة 70 71 74 والفقرتين 2 و 3 من المادة 75 على الشركة ذات الشريك الوحيد. حتى افترضنا أنه يمكن يطبق عليهم هذه المواد فإنه ما يمكنش ما كتسريش على ذات الشريك الوحيد، لأن ما عندهمش هاد الشركاء ما عندهمش صفة ديال شريك لأنهم ورثة. يعني بالتالي كيبقى النص التشريعي اللي كينظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات شريك واحد في حالة ديال الوفاة ديالو ما كاينش في القانون، بالتالي باش الاستمرار ديال هاد الشركة لابد من أحد الورثة بصفته وارث أو ذوي الحقوق يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل باش يستدعي الباقي ديال الورثة من أجل تحيين ديال ديك الشركة اللي كتحول من شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تحول شركة ذات المسؤولية المحدودة ويتفرقوا الأنصبة إلى غير ذلك. وبالتالي جات المادة نقترح تعديل الآتي ليضاف إلى المادة 85 في فقرتها الأخيرة كما عدلت وصدقت عليه اللجنة، عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لوراثته ولذوي حقوقه تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة. نقف على الأهمية ديال هذه التعديلات والاستمرارية ديال هذه الشركات من خلال الإحصاءات ديال شحال الشركات اللي عندنا ديال المسؤولية ديال الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة. عندنا 436,990 وعندنا في شركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد 419,030 شركة. يعني من خلال هذه الإحصاءات غادي نعرفوا الأهمية باش أنه الترسالة القانونية لابدأ تواكب هذا النهج اللي سير عليه بلادنا من خلال الاستثمار ومن خلال ديال الشركة وفرص العمل وخلق فرص العمل إلى خير ذلك. شكرا على إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.